أنا بتمنى أنه أرجع لبيتي وأرجع لمدرستي ألعب مع أصدقائي وأدرس مع الأصدقاء كلياتهم. عليه عبارة عن رول ورقي بطول 75 متر. قام الأطفال برسم أحلام وأمنيات على هذا الرول. جاء الرول معظم مخيمات الشمال السوري. نحن اليوم رفعنا رسالتنا للعالم كله، وأنا رسمت بيت ورسمت الشجرات اللي كنا نلعب تحتهن، وأنا بريد كل أطفال العالم تعيش بسلام وما يعيشوا مثل نحن ما عم نعيش بالصعوبات.